من اغرب الحاجات اللي ممكن تخليك تفكر كتير، ليه العالم كله عمال بيتكلم عن هتلر؟ وليه انا كل سنه لازم اتكلم على نفس الشخصيه دي؟ وايه اللي خلى هتلر ماده خصبه كبيره جدا لكلام الناس؟ انت هتفضل واقف كتير اخينا، يلا بس بعد اذنك. مقتنع بأن الوقت سيحين عندما سينضم الكثير من الذين أدانونا إلى صفوفنا ويهتفون معنا لما صنعناه وربحناه بالجهد الكبير. هذه دولة جديدة، دولة العظمة والشرف والقوة. نعم، إنها أكثر الشخصيات جدلاً مش في العالم، في الكون كله. إن الراجل ده احتل أكتر من 11 دولة، وكمان كان سبب في موت 60 مليون واحد على وجه الكرة الأرضية. تخيل بقى بعد كل الدموية دي تكتشف إن الراجل ده أصلاً كان رسام، كان نفسه يبقى رسام. للأسف كبتت فيه موهبة الرسم، ما طلعتش غير بالدم. راح يقدم في كلية فنون جميلة واترفض لأسباب فنية. كلية الفنون ترفضه من هنا ويفشل العالم من هنا. عشان كده خلوا بالكم لما تيجوا تكبتوا الناس وتكبتوا مواهب الناس. انتوا فنون جميلة، شفتوا عملتوا ايه في الراجل؟ انت بجد لسه مش مصدقني ان هو كان رسام؟ طب بص اتفضل، دي رسومات هتلر، ايه رايك؟ فنان ولا مش فنان؟ موهوب ولا مش موهوب؟ عندهم حق ولا ما كانش عندهم حق؟ ما كانش عندهم حق، مش من حقهم. والله يا سيدي هتلر بتاع المانيا هي دي كانت رسوماته اللي موت 60 مليون بني ادم على وجه الكره الارضيه، هو ده. اعمل سيرش على جوجل واكتب رسومات هتلر. هتلر اللي اتولد في النمسا سنة 1889 كان هيموت ويخش فنون جميل، بس للأسف في مطبات كتيرة حصلت معاه في حياته فقرر ان هو يتطوع في الجيش سنة 1914. وعلى الرغم ان هو كان بني آدم نشيط جدا جدا جدا، بس ما كانش بيترقى غير على الريف، شرطتين يعني من الآخر، يفضل صف ظابط وهيموت صف ظابط. احترام صف الظباط طبعا، انا بحبكم. سنة 1918 تحصل ثورة كبيرة جدا تخلي الامبراطور الالماني يتخلى عن عرشه. بعد كده معاهدة فرساي سنة 1919، ودي خلت المانيا تقلع هدومها حرفيا. كان لازم تدفع فلوس كتير جدا للحلفاء عشان الحلفاء ساعتها هم اللي انتصروا في الحرب. المهم في الوقت ده كانت هتلر مهمته الأساسية ان هو يتجسس على الناس اللي عمالة بتتكلم كل شوية ويبعت التقارير بتاعته للناس اللي ماسكة الحكم. بس الموضوع قلب معاه بالعكس، راح يسمع لهم الكلام، اقتنع بالكلام بتاعهم وقعد معاهم. انتخ كده انتخ. المهم اتصاحب عليهم، وطبعا هو ما يتوصاش في الخطابه، ما يتوصاش في الكلام، ما يتوصاش في اي حاجه، لحد ما هم قاعدين مع بعض عملوا حزب جامد جدا وكبير جدا، حزب العمال الاشتراكي القومي الالماني. تحس كده الالمان في الوقت ده كانوا فاضيين يكتبوا اي اسم وخلاص، هوبا يلا. بس لما حسوا ان الاسم طويل قرروا ان هم يضغطوه كده اهوت زي ملفات المضغوطه ويخلوه الحزب النازي. بعد الحزب كانت ضد الشيوعية، ضد اليهودية، ضد الرأسمالية، ضد كل البلاد، وضد اللي هو كان ضده، وضده اللي كان ضده في ضده، يعني من الآخر كان ضد كل حاجة. المهم سنة 1921 هتلر بقى رئيس الحزب النازي، وزي ما أنا قلت لكم طبعا الخطابة بتاعته كانت قوية جدا، فكان بيقدر يأثر على الناس. حاجة كده عاملة زي بسم الله ما شاء الله بصراحة عليا، اللهم صل على النبي. أنا بصراحة فخور بنفسي. سنة 1923 في ألمانيا يحصل تضخم مرعب، عمالين بيطبعوا فلوس وعمالين بيدوها للناس عشان خاطر تعويضات، وللأسف مفيش نتائج اقتصادية بتحصل في الدولة، فللأسف حصل التضخم الكبير. في الوقت ده كان ممكن تروح لأي صيدلية عشان خاطر تجيب كمامة تشتريها ب 2 مليون فرنك. البيضة البيضة كانت ب 3 مليون فرنك. أيوة البنت، أنت لو عندك أربع بيضات مين سوي رسناو؟ المهم بعد التضخم الكبير المانيا قررت ان هي مش هتدفع تعويضات. الحلفاء شدت لهم الهاند بريك وقالت لهم نعم هتدفعوا، هتدفعوا غصب عنكم. اللي كان بيراقب الدنيا من بعيد الحزب النازي. الحزب النازي شاف ان الدنيا كده خربانه فقال لك لا احنا كده اهوت نعمل انقلاب. طبعا قرروا ان هم يعملوا انقلاب فراحوا مقفوشين. اتقبض وقعد في السجن 9 شهور، كتب الكتاب بتاعه اللي اسمه كفاح اللي احنا عمالين بنقرا فيه كل شويه ده. ما لقاش ان الحكم بالانقلاب نافع فقرر ان هو يعمل ايه؟ ياخده بالسياسه، فقرر ان هو يخش الانتخابات. سنة 1924 جاب 4%، الحزب النازي كله جاب 4%، بس قرر ان هو ما ييأس ويخش الانتخابات التانية. الانتخابات التانية سنة 1928 جاب 3%، ايه؟ يعني هو اقل 1% من الانتخابات الاولانية للانتخابات التانية، بس قرر برضه ان هو ما ييأس. وفي سنة 1932 هتلر ياخد 32% من الأصوات، شغل عالي، شغله كان مشغل لجنة إلكترونية كانت جامدة شوية. ويبدأ عالم جديد من الأحداث، الهيمنة بتاعت الحزب النازي تبدأ تكون موجودة في ألمانيا.
هتوحشوني. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو سمحت. السلام عليكم، هتوحشوني.